يعني لو كان السيد مقتدى الصدر يرغب أن يكون رئيس الوزراء الحالي من التيار الصدري حصل عليه. كيف؟ ليس صعبا. وحتى السابق يعني موضوع أنه رئاسة الوزراء ما أعتقد يعني السيد مقتدى الصدر بذاته يبحث عن رئيس الوزراء حتى يكون معنون باسم سماحة السيد. طيب أي، ولكن يعني وجهة نظر السيد أعتقد هناك رؤية معينة. طبعا يعني تعودنا نحن في كل فترة أن تكون هناك أفكار مختلفة بنمطيتها عن الأفكار السابقة. ما راح يوقف ضد البيت الشيعي؟ لا، موضوع البيت الشيعي راح يتقبله بصورة طبيعية. الاستحقاق الانتخابي يحترم، يعني اليوم نتحدث عن استحقاقات سياسية. نعم، الشعب العراقي وصندوق الانتخاب هو صاحب الاختيار، فالبوصلة من يحددها؟ الناخب العراقي. نعم، تبقى قضية الاختيار لرئيس الوزراء. بس أنا أظن يعني، وهذا قراءتي، يعني عرضت للسيد مقتدى الصدر حتى في المرحلة الحالية بحكم السيد الكاظمي، نعم، أن يكون رئيس الوزراء من التيار الصدري، رفض الرجل ذلك. طيب رفض.